قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد حول اللاعب محمد فوزير، واللي هو غير اقتراح منا ومن الصفحة ديالنا، خصوصا بعد تأكد رحيل الجناح زكريا حذراف، وأيضا من بعد أخبار اللي راجت مؤخرا حول اهتمام نادينا باللاعب السابق الفتح الرباطي. فمرحبا بكم من جديد. نبدأ بمركز وتمركز اللاعب. محمد فوزير يشغل مركز الجناح، لكن تمركزه دائما ما يكون في العمق، وبالضبط في أنصاف المساحات بين الظهير وقلب الدفاع، مما يجعل فوزير هناك يحقق أمرين مهمين. الأمر الأول هو خلق المساحة من أجل تقدم الظهير، والأمر الثاني هو التهيؤ من أجل التحرك وطلب الكرة في ظهر المدافعين، وهو ما يجيده فوزير جيدا. في اللقطة التالية نفس الشيء، فوزير بين الظهير وقلب الدفاع الخصم من أجل خلق المساحة لتقدم الظهير. وكما في باقي المقاطع الآتية سنشاهد نفس الشيء يتكرر، فوزير يتمركز في نفس المساحة ويقوم بنفس التحرك. من أهم نقاط قوة فوزير هي قوته في الاختراق، إذ أنه مراوغ جيد جدا ويبحث دائما عن مواجهة المدافعين. السرعة في المرتدات من مميزات فوزير، إذ أنه خطير وسريع جدا في التحولات الهجومية والركض بالكرة. هو منفذ ممتاز لضربات الجزاء ونسبة نجاحه مرتفعة. رؤيته للملعب ممتازة ويجيد إعطاء التمريرة الأخيرة.
دفاعيا، محمد فوزير يؤدي واجباته الدفاعية على أكمل وجه، مساند دائم للأظهرة، شرس في عملية الضغط وقوي في وضعية الواحد ضد واحد. شكرا على المشاهدة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في إبراز نقاط قوة اللاعب محمد فوزير، كما نتمنى أن تكل المفاوضات بينه وبين فريقنا بالنجاح، مع الإشارة أن فوزير هو منتوج خالص لمدرسة الرجاء. دمتم في رعاية الله، إلى فيديو قادم بحول الله.